السلام عليكم حبايبي وحباباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف بقيتوا اختي؟ كدرتوا مع الاستعدادات للامتحانات؟ الناس اللي وليداتهم عندهم امتحانات مهمه هذا العام، وحتى الناس اللي عندهم امتحانات دوريه عاد، الله يوفق الجميع ان شاء الله باذن الله. فيديو جديد، خرجنا حنايا راه صافي، عندنا الحراره، واحد الحراره لا تطاق. المهم حراره والصهد والنفسيه ماشي هي هذيك، الله يبدل الساعه ما احسن كيف ما تنقولوا. صافي قلت نصور نبدل الجو شويه، خرجت الدراري جيت لواحد المول، اطياف مول عندها واحد الكلاكيطه تاع البلاستيك للطراكة وما عندهاش صندالات الخروج، وصافي سخن الحال على السبردينات، وخصوصا اننا غادي نسافروا ان شاء الله. جاوبوني في التعليقات قولي لنا فين غادي نسافروا، فين 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 فين. فالمهم هذا علاش جيت ناخذ لهم شنو خاصهم باش نوجدوا للسفر ان شاء الله، واكيد نشارك معكم الوجهه. البنات جينا دخلنا نيشان، شوفوا هاد البنات عجبني هاد اللوين، وقفه حامدي خديت هاد السروال وداك الكاب معاه. تنشوف هاد لي شوميز كاين سيل زوين، دايرين شي حاجه 30% شي حاجه 40%. هاد المحل اللي جيت له سميتو ماكس، تعجبني نجي له عندو الحويجات زوينين. المهم انا عاد دخلت جيت جهه العيالات، جات هي الاولى، داكشي علاش بديت في جهه العيالات، عاد نمشي نشوف الجنة جهه الصندار. تقيس هذه البنات، شوف انا اللي عجبتني ما عجبتهاش هي، عجبتني هاد الكحله هذه ولا البيضه ديالها، تعجبوني هاد الصندل اللي فيهم هاد الشكل. قالت اختي هي ما عجبتهاش، بغيت تقيس هادي نشوف نشوف صغيره هذيك. انا ما نبقاوش اللي وريناها لك تقولي لي اي دونت لايك ات، اي دونت لايك ذا واي ات لوكس اند ات فيلز وير. شحال نوضي نوضي من الارض ناو اي جيت تو لوك فور ماي ساندلز. فالبنات خضينا داك الشيء اللي قلت لكم، جينا نطلعهم ياكلوا. شوفوا هنا هاد النافوره الرقيصه تصبت الماء من الفوق. نو حمدي ما سقيتش بيدي، نطلعهم قال لك بغاو ياكلوا. ما يمكنش يجيو الملوخ يكونوا شبعانين عاد واكلين في الدار، راه دخلوا يقول لك فينا الجوع. فوتو فالبنات كلينا، تاي ناس دقت واكله معاهم تنعيب عليهم تنجاني الجوع. هنا كاين باثن بادي ووركس، هنا كاين واحد المعرض زوين، هذوك لي كيوسك فيهم بزاف العبايات وداكشي، ولكن ما صورتش لانني ما فياش والله ما فيا. دزت لا فارماسي شريت واحد سان سكرين ديال الشمس وغادي نمشي، بغيت ندخل اللولو ولكن والله ما عرفت. هنا هاد الطويله هادي اختي كلها عبايات، دابا عندهم نهايه السنه عندهم هاد العبايات ديال التخرج عليهم الطالب، كلشي تياخد العبايات التخرج. هاد البراند بازار تيبيعو داكشي الماركات السبرديلات وكلشي. رجعت ليكم اختي. المهم مشيت رديت الدراري للدار وعاوتاني خرجت غادي نمشي للويستر. قبيله دزت له فاش كنت غادا لاطياف مول ولقيتهم ماشي سادين كاينين، ولكن تيمشيو للصلاه ديما وقت الصلاه عندهم. عندي شي فلوس خصني ناخذهم من ويستر وغادي ندوز. لقيت راجلي مع قلت لكم خرجت ما طيبت ما والو، كلينا حنا برا قضينا الغراض، لقيت هو مأوردري الحمام من واحد المحل تيعجبو، حمام عبدو صافي قال لي عافاك دوزي خذيه لي راه داير الاوردر نمشي نجيب. وعاد نرجع. المهم خديت للدراري خديت الجانا صنيديله، خديت في الاخر ديك الكحله اللي عجبتني بالوريضات، وخديت لها كلاكيطه، وخديت لحمدي حتى هو صنيديله. انا واحد الصنيديله في الابيض عجبتني، وخديت داك الكاب في الزيتي بالسروال ديالو صافي هادشي اللي خديت، وخديت لهم كاسكيطات. نمشي دابا نبدا بالويستر هو الاول، قريب للعصر تتمشي يا تطيحي فوق الظهر يا تطيحي فوق العصر، والصلاة عتي تيمشي. ديك المرة مشيت عتي راه شي نص ساعة وأنا جالسة تنتسنى وما كاينينش الموظفين.
باش تشديهم تلقاي الوقت اللي يكونوا كاينين. وبعدا نمشي دابا لان الدنيا مازال خاويه شويه مع الشمش البنه تاعتي واحد الحراره اختي حارقه جدا. متي خرجوش بزاف دابا ما عدا اللي خارج للخدمه ولا لشي حاجه مهمه، سينو شكون يخرج في هذا الصهده؟ صافا البنات ساليت، هادشي عندهم كومبليكي ما عرفتش علاش عندهم هكا الاستلام. هضري مع هذا لا سيري الب... وديجا جيت جوج مرات من قبل، مره لقيتهم تيصليو عييت نتسنى ومشيت في حالي، ومره لقيتهم تيصليو كنتسنى حتى جاو. فاش جاو قال لي لا خصك جواز السفر. دابا فاش جيت وجبت الجواز قال لي لا لا، لقيت موظف اخر قال لي لا الاقامه كافيه. قلت له راه جي وصدقوا عطاوني الفلوس غير بالاقامه، ما درت تيصوني لسانا. المهم ما خداو لا جواز لا والو، ما عرفتش علاش داوني وجابو. صافي البنات انا شفت الاوردر اختي ديال الحمام اول ما حل، راه شاركته معكم قبل حمام عبدو، كنت جبت ليه الضياف ديك النهار فاش جاو عندي، جيت له تنجولو بزاف، كنا خدينا الكباب، ولكن دابا خالد مأوردري الحمام لينا والشوربه. تمشيو للدار ونوريكم داكشي كي داير عندهم. صافي يلا نشد الطريق للدار، مازال عنديش لا ما يدار، نجمع الحوايج ندوش للدراري باش غدا ان شاء الله كي قلت لكم غادي نسافر. البنات اختي هي الحمامه، انا خديت حمامه معمره بالفريك، خالد خدها معمره بالروز، خدا الملوخيه. هاد الشوربه تيعطيوها لنا مع الحمامه، شوربه الفريك عندهم واعره بنينه بنينه. خدينا للدراري الدجاج مشوي، تيعطيونا العيش مصري مازال سخون. واخدا نسمع الاعلان دابا ها؟ واخدا نسمع الاعلان دابا لا اعلان لا والو، انت ودايره البلاستيكه هنا باش زوينه البنات في السعوديه كاع المطاعم تتاوردري تعطيوك هاد الميكا الطبله، عندهم عاده باش هي كولي وجمعي الميكار مي حتى الطبله ما توسخلكش، تيبنيو على التسهيلات زعما كاينه. ايوا صافي تمشي هناك وما اختي. السلام عليكم من الرياض قرب الشمس اختي، الصاد شوفوا درت العكسه، بقيت تنخرج تخربيق للطوموبيل. جا واحد الصاد انكرويابل وانا نحل الحجاب وعكست اللور لانني خدامه. المهم خرجنا الشوانطات ديالنا الحوايج في الطوموبيل، غادي نسافروا اليوم بالطوموبيل. المهم انا تنقرب لكم شوفوا بالطوموبيل شنو البلايص اللي نقدروا نمشيو لهم في السعوديه. يلا غادي نشدوا الطريق، كنا نمشيو في 6 الصباح ديال 11 عاد خارجين، يا فكرنا ما فكرناش في 6 وداكشي. ايوا صافي يلا رصيت الحويجات، خدينا الحاجات المهمه من السفر. هانتوما البنات درنا الشونطات ديالنا هنايا وجدنا دينا كلشي، المهم داكشي اللي نحتاجو الصبيبطات ديالنا داكشي الحمام. المهم ما يكونش شي سفر فتره طويله الدراري، ما باغينش يسافروا. نزيدكم هادي كاع ما باغين يسافروا الدراري هاد الوقت كاع ما بقاو يعجبهم السفر. قال لك واي ياك حمدي Are you excited? Yeah. Why? Why you're not excited بزاف? Because we've never been to this country before. Really? It's scary. Wait, a country. ربي الحبيب. هنا البنات شدينا الطريق ديالنا ان شاء الله للوجهه ديالنا. كي تشوفوا هنا مزالين في المدينه، ولكن راه اون فوا تنخرجوا برا الحدود ديال الرياض صافي ما تيبقى ما يتصور، الطريق كلها غير صحراء صحراء صحراء. فهنا غادي نخدم لكم الفيديو ديالنا ان شاء الله على ما نوصلوا للوجهه ديالنا او المشارف ديال الوجهه اللي مسافرين لها، ونبدا لكم فيديو ثاني ان شاء الله. يلا نتلاقاو فيديوهات مقبله، وكيف العاده احبكم في الله ومع السلامه. وما تنساوش تقولوا لي شنو هي الوجهه ديالنا وشنو هي الاماكن اللي ممكن نسافروا لها من السعوديه برا.